اجتماع ثلاثي بين مصر وقبرص واليونان لتعزيز التعاون في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. تراجع الإنتاج الصناعي لألمانيا بأكثر من المتوقع خلال يوليو الماضي. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يخططان لرفع أو لفرض تعريفات جمركية جديدة على الصلب تستهدف الصين ودول أخرى. نشرة اقتصادية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا ومرحبا بكم. عقد جهاز حماية المنافسة اجتماعا ثلاثيا مع نظرائه في قبرص واليونان لتعزيز التعاون في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتم خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقبرص لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الرؤى والخبرات استكمالا لسعي الجهاز نحو تعزيز الوجود على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبه أكد رئيس الجهاز محمود ممتاز أن الاجتماع يأتي تجسيدا للرؤية المشتركة بين الدول الثلاث لتعزيز التعاون والتكامل نحو إنشاء منطقة متوسطية ذات أسواق أكثر تنافسية وحيوية. أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم نتيجة للظروف الدولية الاقتصادية والجيوسياسية غير مسبوقة، والتي طالت تداعياتها اقتصادات العالم دون استثناء، تقتضي تبني سياسات اقتصادية في الفترة الراهنة تتسم بدرجة عالية من المرونة والتكيف مع الأوضاع المتغيرة. وخلال استعراضها لتقرير المعطيات الأساسية للخطة متوسطة المدى 2022-2026، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة انطلقت وفقاً لعدد من المرتكزات الرئيسية، يأتي من ضمنها التركيز على حماية الأسر الأكثر احتياجاً والالتزام بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيداً للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي. قالت وكالة بلومبرج إن مجموعة دول العشرين وافقت على منح العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي. وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة ستمنح التكتل الإفريقي نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي. وذكرت بلومبرج أنه من المتوقع أن يعلن زعماء مجموعة العشرين القرار خلال قمة تعقد بالهند في غضون أيام. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال قمة آسيان إن العالم يواجه خطر حدوث صدع كبير في النظم الاقتصادية والمالية، وذلك بفعل تبين استراتيجيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
وتضارب أطر العمل الأمنية. هذا ودعا غوتيريش قادة العالم إلى إيجاد حلول سلمية وشاملة للتحديات التي تواجه العالم، كما طلب بوجود آلية لتخفيف العبء عن الاقتصادات النامية المثقلة بالديون. انخفض الناتج الصناعي لألمانيا بأكثر من المتوقع خلال يوليو الماضي، مما يلقي الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع بعد تراجع أكبر اقتصاد أوروبي في الشتاء. وقال مكتب الإحصاءات إن الإنتاج تراجع بنحو 8% على أساس شهري، وكان محللون في استطلاع أجرته رويترز توقعوا انخفاض الناتج الصناعي بنصف بالمئة، وكشفت البيانات أنه على أساس ربع سنوي انخفض الناتج الصناعي بنحو 1.9%. هذا وتراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال يوليو الماضي في ظل تركيز الأسر على زيادة مدخراتها وتقليل الاستهلاك، ما تسبب في استمرار التباطؤ الاقتصادي. المزيد مشاهدينا نتابعه في التقرير التالي. في مؤشر على استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو ومخاوف من تفاقم أزمتها، أظهرت بيانات حديثة أن مبيعات التجزئة قد تراجعت خلال يوليو الماضي بعد أن أصبحت الأسر تنفق جزءا أكبر من دخولها على الطاقة الباهظة الثمن، الأمر الذي أدى إلى تآكل الطلب على السلع الأخرى. وكان الاستهلاك متباطئاً خلال الفترة الماضية مع انخفاض الدخل الحقيقي في منطقة اليورو في ظل تركيز الأسر على زيادة بمدخراتها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في شكل إجراء احترازي خوفاً من مفاجآت جديدة للأسعار في وقت يتسم بانخفاض النمو الاقتصادي. وانخفضت بالفعل أحجام مبيعات التجزئة في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو بنسبة 2% في يوليو مقارنة بيونيو الماضي، فيما انخفضت بنسبة 1% على أساس سنوي. في الوقت نفسه وعلى أساس سنوي انخفضت مبيعات التجزئة لمدة 10 أشهر متتالية، لكن رئيس المركز الفرنسي والعضو بالبنك الأوروبي لديه رأي آخر حول الظروف الراهنة، إذ قال إن خفض التضخم نحو 2% من الآن وحتى 2025 يظل أولوية قصوى للمنطقة، وإن هناك حاجة للمثابرة في هذا الصدد. كان وزير المالية الفرنسي برونو لومير قد اقترح أنه من الممكن أن يتم تطبيق خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لخفض ضرائب بالنسبة للأسر بحلول عام 2025، أي بعد التغلب على التضخم. يعتزم بنك روسيا المركزي ضخ 1,500,000,000 دولار من النقد الأجنبي في السوق المحلية خلال الشهر الحالي، وذلك بهدف تسريع وتيرة مبيعاته المخطط لها مسبقا للوفاء بجزء من الطلب على العملة الصعبة لسداد سندات بالعملة الأجنبية تدعى يوروبوند. ارتفع الاستثمار في الذهب خلال العام الماضي مدفوعا بمشتريات البنوك المركزية، مع وصول إجمالي المشتريات من قبل المستثمرين غير المصرفيين إلى أعلى مستوياته منذ نهاية عام 2012. ووفقا لمحللي جي بي مورغان، جاء ذلك نتيجة المخاوف من العقوبات أو تنويع الاستثمارات بعيدا عن السندات الحكومية لمجموعة السبع، ليصبح هناك تفاؤل بشأن الذهب. أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن تحديد مسار خط أنابيب الغاز العملاق قوة سيبيريا 2 إلى الصين قرب على الانتهاء. وقال نوفاك أن خط أنابيب الغاز يستهدف بعد إنجازه نقل 50 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا إلى الصين، كما أضاف أنه تجري على الأراضي الروسية دراسة مشروع لبناء فرع من خط أنابيب الغاز هذا بطول 700 كيلومتر. هذا وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن سوق الغاز الطبيعي المسال ما زالت هشة وتسودها حالة من الرضا بدرجة مفرطة، ولكن مشكلات الإمدادات نتيجة إضراب العمال في أستراليا قد تنجم عنها تحديات. المزيد نتابعه في هذا التقرير.
تقلبات شديدة تتعرض لها أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي على خلفية المخاطر الناجمة عن إضرابات عمالية في استراليا، وتأرجحت العقود الآجلة القياسية بين خسائر محدودة وارتفاعات في وقت تسابق فيه شركة شيفرون الزمن للتفاوض حول اتفاق مع النقابات العمالية وتفادي التهديد ببدء إضرابات عمالية في محطتين كبيرتين للغاز الطبيعي المسال. تأثير مواصلة الإضرابات في محطتي جورجون وويتسيتون سيكون محدودا للغاية بالوقت الراهن قبل بدء زيادة الطلب على الغاز المستخدم بالتدفئة، إذ تتعافى واردات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا في أعقاب تراجعها، ما يسهم في تعويض انخفاض تدفقات الغاز عبر خطوط أنابيب قادمة من النرويج. وسط موسم الصيانة ورغم ذلك، ما زالت السوق على أهبة الاستعداد لأي نقص بالإمدادات لفترات طويلة. من جانبها، أشارت وكالة بلومبرغ إلى أن سوق الغاز الطبيعي المسال ما زالت هشة وتسودها حالة من الرضا بدرجة مفرطة، لكن مشكلات الإمدادات قد تنجم عنها تحديات. في هذه الأثناء يتوقع الاتحاد الأوروبي أن تقلص بلدانه واردات الغاز الطبيعي الروسي إلى 40 مليار متر مكعب مقارنة ب 80 مليار متر مكعب العام الجاري، وفق ما ذكره نائب رئيس المفوضية الأوروبية. رغم ذلك، يبدو أن الاستغناء عن الغاز الروسي نهائيا ما يزال كأنه مهمة مستحيلة. تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم نتيجة المخاوف بشأن الطلب خلال موسم الشتاء والتوقعات الاقتصادية غير الواضحة للصين، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنصف بالمئة لتصل إلى 90 دولارا و14 سنتا للبرميل، وذلك بعد سلسلة مكاسب استمرت 9 جلسات. كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس بقيمة 6% عند مستوى 87 دولارا وثلاثة سنتات للبرميل بعد مكاسب دامت 7 جلسات. ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى لها في أسبوع بعد خسائر لخمس جلسات متتالية عقب بيانات أظهرت أن قطاع الخدمات الأمريكي، وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 2% ليصل إلى 1920 دولارا للأوقية. كما زادت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% لتسجل مستوى 1944 دولارا للأوقية. ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات رغم مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأوروبي وتدهور معنويات المستثمرين. وصعد مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.3%، كما زاد كاك الفرنسي ب 0.4%، وارتفع فوتسي البريطاني بقيمة 0.4%، فيما صعد داكس الألماني بنحو 0.1%. هذا وتراجعت مؤشرات الأسهم الأسيوية في ختام تعاملاتها اليوم، وانخفضت الأسهم اليابانية بقيادة شركات الإلكترونيات بعد ارتفاعها على مدار 8 جلسات الماضية، ليغلق المؤشر الرئيسي في بورصة طوكيو الجلسة منخفضا بنسبة 0.75%. كما هبطت مؤشرات الأسهم الصينية مع تراجع اليوان وفي ظل ضعف البيانات الاقتصادية، ليتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.13%. يعتزم كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض تعريفات جمركية جديدة على الصلب تستهدف الصين ودول أخرى بحسب وكالة بلومبرغ. أوضحت الوكالة أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان على التوصل إلى اتفاق بشأن رسوم جمركية جديدة تهدف إلى زيادة إنتاج الصلب من الصين ودول أخرى. كما قالت إن الإجراءات تستهدف في المقام الأول الواردات من الصين التي تستفيد من الممارسات غير السوقية. انكمشت الصادرات الصينية خلال أغسطس الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ،
رغم الإشارات السابقة إلى أن الطلب العالمي على السلع الصينية لا يزال ضعيفا. قالت إدارة الجمارك الصينية إن الصادرات انخفضت بنسبة 8.8% على أساس شهري، فيما انكمشت الواردات بنسبة 7.3%. لا يزال الاقتصاد الصيني يعاني من التباطؤ وعدم قدرته على التعافي بالوتيرة المرجوة التي وضعتها السلطات منذ ديسمبر الماضي بعد إلغاء قيود كوفيد-19. المزيد نتابعه في هذا التقرير. للشهر الرابع على التوالي، ومع انخفاض الطلب الخارجي وضعف الانفاق الاستهلاكي، تراجعت صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال شهر أغسطس الماضي. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية هبوط الصادرات بنسبة 8.8% على أساس سنوي، في حين كان متوقع انخفاضها بمقدار 9.2% بعدما انخفضت 14.5% في يوليو الماضي. في الوقت نفسه تراجعت الواردات إلى بكين بنحو 7.3% بعد انخفاضها 12.4% في يوليو، لتسجل البلاد فائضاً تجارياً بقيمة 68.390 مليار دولار، منخفضاً من مستوى 80.6 مليار دولار تم كسبها في يوليو. ولا يزال الاقتصاد الصيني يعاني من التباطؤ وعدم قدرته على التعافي بالوتيرة المرجوة التي وضعتها السلطات منذ ديسمبر الماضي بعد إلغاء قيود كوفيد-19، إذ أظهر قطاع التصنيع انكماشا للشهر الخامس على التوالي بجانب انهيار قطاع العقارات ومن ثم التجارة، لتواصل القطاعات الحيوية معاناتها من التأثيرات الداخلية والخارجية. مخاوف عديدة بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم والذي قد يتخلف عن تحقيق النمو السنوي الذي تستهدفه السلطات عند نحو 5% في وقت يكافح فيه المسؤولون للتعامل مع أزمة متفاقمة في قطاع العقارات، فضلا عن ضعف الانفاق الاستهلاكي وتراجع نمو الائتمان، وهي أمور دفعت المحللين لخفض توقعاتهم للنمو لهذا العام. قالت الصين إن 90 دولة أكدت حضور مؤتمر بشأن مبادرة الحزام والطريق يعقد بالشهر المقبل مع حلول الذكرى 10 لإطلاق المبادرة هذا العام. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن وزارة الخارجية الصينية قالت إن البلاد وقعت وثائق تعاون تتعلق بمبادرة الحزام والطريق مع أكثر من 150 دولة وأكثر من 30 منظمة إقليمية. تراجع اليوان إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007 أمام الدولار في ظل مخاوف من تباطؤ النمو بالصين، وفقد سعر صرف العملة الوطنية بنسبة 12% من قيمته، وذلك بعد انخفاض الصادرات ومخاوف من تباطؤ النمو، بينما وصل البنك المركزي دعم اليوان بقوة لليوم الرابع والخمسين على التوالي. يعتزم صندوق الثروة السيادي النرويجي غلق مكتبه التمثيلي في مدينة شنغهاي، ولكن هذه الخطوة لن تؤثر على استثماراته في الصين. أوضح الصندوق الأكبر في العالم، أوضح أن قرار الإغلاق مدفوعا باعتبارات تشغيلية ولا يؤثر على استراتيجيته بالصين، مضيفا أن المكتب في سنغافورة أصبح بمثابة مركز لمنطقة آسيا بأكملها، وقد تم بناؤه لرعاية جميع الوظائف التشغيلية هناك بما في ذلك الصين. وبهذه الخطوة يصبح لدى الصندوق 4 مكاتب فقط حول العالم في أوسلو ولندن ونيويورك وسنغافورة. ختام أخبار الاقتصاد مشاهدين، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. كنت معكم أنا هشام عبد التواب، وإلى اللقاء.